السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة، إن شاء الله اليوم معانا المحاضرة الثالثة بترتيب البلاي ليست اليوتيوب اللي إن شاء الله هي مكملة للشابتر الأول. اسم هذه المحاضرة هي Soil Volume and Density Relationship اللي هي معناها العلاقات بين حجم التربة وكثافتها. طبعا هذا الموضوع جدا مهم، الموضوع عبارة عن المسائل problem تحلها أنت، لكن هاي بداية تعريفية عنها. السويل ماس كتلة التربة بصورة عامة هي عبارة عن بروس ماتيريال، هي بصورة عامة التربة هي عبارة عن مادة مسامية، بروس ماتيريال كونتينينج تحتوي الصلد بارتيكل الحبيبات الصلدة، تمام، انستربرست يعني يتخللها البور فويد يعني الفراغات، يعني هي عبارة عن حبيبات صلبة يتخللها فراغات، والدليل هذا هو لاحظ السويل سكوتش اللي هو هيكل التربة، لاحظ هاي هي حبيبات التربة، طبعا تكون مختلفة بالحجم بين كبير صغير غيرها يعني فيريس، تمام. شوف بس لاحظ انه هو مو عبارة عن كتلة واحدة من التربة، تتخللها فراغات، هاي الفراغات ربما تكون مملوءة بالاير بالهواء او بالووتر. This void may be filled with air or water or both او الاثنين. So, هذا الشكل دي يوضح لك الكونسبشوال دايجرام يعني المخطط، يعني مفهوم هذا المخطط للريليتيف فوليوم اللي حجم النسبي للاير والفويد والسولت بارتيكل، تمام. عيني شوف هسه هاي هيكل التربه الرئيسي بصوره عامه يسمونه الفي توتال، ضروري تحفظ هاي التسميات. الفي توتال يعني الحجم الكلي لعينه التربه اللي يشمل حجم الحبيبات الصلده السولت بارتيكل وحجم الفراغات ككل، سواء الفراغات مملئه يعني مملوءه بالهواء او الماء، تمام. نجي هنا نصنف نسميه الفيس دايجرام. الفيس دايجرام عندك ثلاث حالات من الفيس دايجرام، اما نسميه بارشيالي يعني مشبع جزئيا، او فولي مشبع كليا، او له اسم ثاني نسميه ساتوريتد او دراي الجاف. شوف اول حاله نسميه بارشيالي. البارشيالي يعني شنو؟ يعني يحتوي على ثلاث اصناف. الصنف الاول الصلد، لازم طبعا يكون موجود صلد اللي هي حبيبات التربه الصلده اللي هي اسمها احنا الصلد بارتيكل، تمام، ويحتوي على الماء الفويد اي فرق، ويحتوي على مثلا الجزء الاعلى غير مشبع بالماء، فش يحتوي على الحبيبات مالته الفراغات، يحتوي على الهواء. الفيس الثاني، لذلك لاحظ تسميات هنا في صار صلد، هنا الكلي في توتال، هنا هذا الفي الخاص بالماء في ووتر، الخاص بالاير شو قدامه في اي سمول، كل من الرمز اللي قدامه يشير الى المكون الرئيسي، دبليو سمول يعني ووتر، اس سمول يعني صلد، اي الاي سمول يعني اير، تمام عيني. نجي هنا هذا بصوره عامه الوزن، هسه قلنا وزن الصلب، بس هذا شو نسميه احنا؟ هذا كله هذا الوزن اللي هو عباره عن اير زائد ووتر، شو نسميه؟ عن وزن ووتر، لان احنا ما نقدر نحسب وزن الـ 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 وزن الـ الهواء داخل التربه، فش نحسبه هذا كله كوزن 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 شنو؟ نحسبه كوزن ووتر، لكن كحجم لا، يتقسم الى ثلاثة اصناف. نجي الصنف الثاني من الفيز دايجرام، اذا كانت التربه مشبعه كليا نسميها احنا ساتوريتد او فولي، هنا معناها ماكو هواء، ليش؟ الفراغات الفويد كلها متشبعه بالماء، فراح يتقسم الى بارتين. طبعا هذا الرسم مهم، ممكن يجيكم بالامتحان انه مع كل حاله بروبلم ترسم لي او ارطب من عندك رسم السويل السكيل مالتها سكلتر. هنا الصلد وهنا الووتر، هسه نجي هذا ككل، هذا في صلد وفي ووتر ومبين. او الحاله الاخيره اللي هي دراي، شو معنى دراي؟ معناها انه التربه جافه ما تحتوي على الماء نهائيا، فصلد زائد الفراغات اللي موجوده بين التربه شبيها فقط هواء لانه ماكو ماء، تمام عيني. هاي الحالات الثلاثه اللي هي اهم حالات نسميها احنا الفيز دايجرام لستركتشر التربه، ضروري تفهم انه تفهم هاي الرموز اللي وياهن، شنو معنى دبليو اس يعني وزن الصلد، شنو معنى دبليو للدبليو معناه هذا الوزن الماء، لان ما نقدر احنا نحسب كوزن للهواء، الحجم لا له وزن، الهواء له حجم، ففي اي في دبليو للماء وفي اس للصلد، وهذا الفي توتال، هذا الدبليو توتال. نجي هنا
هاي هنا أنا صورة توضيحية أكثر. هذا يقصد به حبيبات التربوسلت بارتيكل، هذا اللي باللون الأزرق هو عبارة عن void ratio، فراغات مليانة بالماء، وهذا عبارة عن فراغات مليانة بالهواء. تمام عيني، هاي هو هنا سلت بارتيكل، هذا الفويد، حسب اكو فويد الفراغات يعني بينهم مملوءه بالماء واكو لا بالهواء، فهذا الكلي العينه يسمونه السمبل، هذا يسمونه ثري فيس ماتيريال، يعني هاي الحاله جامعه لثلاث حالات السلت والفويد بنوعين ووتر واير، فيسموه ثري فيس ماتيريال. هاي شرحت لكم اياها، اذا كانت الحاله الاولى انه بارشيالي يعني ما مشبعة كليا، مشبعة جزئيا فتحتوي على صلد ووتر وإير. إذا كانت مشبعة كليا نسميها فول ساتشوريتد سويل، يعني ماكو هواء وإنما التربة مشبعة كليا بالماء، فشنو راح تحتوي على صلد حبيبات التربة الصلدة والووتر. إذا دراي يعني ماكو هواء يعني ماكو ماء نهائيا، فراح تكون عن حبيبات التربة الصلدة زائد الفراغات مملوءة بيمن بالهواء. تمام، وهاي البارشيالي نفسه معادي هنا. نجي اي تعريف رئيسيه المفروض تعرفها، الدنسيتي. انا اتوقع اغلب يعني بعض التعريف اللي راح تشوفها هنا انت مريت عليها خلال فتره الفلويد، يعني الدنسيتي الرمز مالتها الرو اخذتها بالفلويد بدايه العلاقات البيسك كونسبت اللي خاصه بدايه ماده الفلويد، فلويد ميكانيك بالمرحله الثانيه. الدنسيتي شنو معناها؟ الويت اوف يونت فوليوم، هو عباره عن وزن وحده حجم اوف سويل، او هو الاصح it's more correctly termed الاصح يسمونها the unit weight، يعني الدنسيتي لها اسمين، مرات اطلب من عندك بالمساله جد الدنسيتي فايند الدنسيتي، او انطى اسمها الثاني شنو اسمها اليونت ويت، هاي اشرها الكلمات المهمه داخل محاضرتك باقلام الهايلايت. الدنسيتي maybe expressed يمكن التعبير عنها، اما ويت دنسيتي اللي قبل شوية قلنا انه هي عبارة عن رطبة اللي هي تتكون من soil and water، او dry density اذا soil فقط، يعني هسه هاي الناس تعتبر هاي الحالة فقط soil water او solid تعتبر weight density، لكن هاي هنا ماكو اصلا ماء فش يعتبر dry density لان تتكون فقط من الصلد والهواء، الهواء ما له وزن ف density. تمام عيني، dry density. المويستر كونتنت له اسمين، يعني اسمه بالعربي اما يسمونه المحتوى الرطوبي او نسبه الرطوبه، هو عباره عن علاقه نسبيه از ذا ريشيو، نسبه الويت هو عباره عن نسبه الويت وزن الماء الى وزن التربه، وزن الماء المن الى وزن التربه، هاي ضروري تفهمونها. نجي لبعدها الباروسيتي، معناها المساميه. شنو معنى المساميه؟ از ذا ريشيو، بس انتبه هنا مو وزن بالباروسيتي، حجم الفراغات الفوليوم اوف فويد تو ذا توتال فوليوم، الى الحجم الكلي المن اوف سويل سامبل، يعني الحجم الكلي للعينه ككل ريجردلس، بغض النظر يعني عن شنو الاماونت اوف اير اوف ووتر كونتنت، بغض النظر عن شنو تحتوي الفراغات، سواء كانت تحتوي فقط ماء او تحتوي ماء العفو او هواء او كل النوعين، بغض النظر المهم هي فويد فراغات. الفويد ريشيو اللي هي معناها نسبه الفراغات، هو الريشيو الفوليوم اوف فويد على الفوليوم اوف شنو سوليد بارتيكل، يعني هو عباره عن قسمه حجم الفراغات مو على الحجم الكلي، لا على حجم السوليد بارتيكل. يمكن نقسم على الحجم الكلي فقط بالبروسيتي، هو عبارة عن الفوليوم اوف فويد على شنو؟ على التوتال فوليوم. التوتال فوليوم وش يشمل؟ يشمل الكلي، يعني فوليوم اوف فويد زائد فوليوم اوف سوليد. تمام، لكن بالفويد ريشيو هي عبارة عن الفوليوم اوف فويد على شنو؟ على الفوليوم اوف سوليد سويل بارتيكل، فقط السويل بارتيكل. نجي البيرمابيليتي، احنا النفاذيه نسميها، او الهايدروليك كونتكتيفيتي التوصيل الهايدروليكي. تمام عيني، از ذا بروبابيليتي اوف سويل، انه خاصيه من خواص التربه اللاونج يسمح تو ترانسميت ووتر، لنقل الماء. اتس فاليو، قيمته تعتمد بشكل كبير على السايز اند نمبر اوف فويد سبيس، ايش قد عندك انت فويد سبيس تعتمد عليه، كل ما زادت راح تزيد البيرموبيليتي او التوصيل الهيدروليكي، وكل ما قلت الفويد ريشيو راح يقل، يعني تناسب مع الفويد ريشيو تناسب طردي، which is
تران ديبند اون ذا سايز والشيب اند ذا ستيت، يعتمد على الشيب والزايس الحجم، وكذلك على الستيت على حاله تعبئه الحبيبات او حبيبات التربه. شلون حبيبات التربه متعبئه؟ هل هي بشكل منتظم هوموجينياس او غير منتظم؟ هذا ياثر على الميرموبيليتي او الموصليه الهيدروليكيه. ذن ضروري تفهمهن وتترجمهن وتعرف الرموز مالتهن. هسه نجي هنا البيسك ريليشن شيب، العلاقات الاساسيه، هاي ضروري، هاي لازم تعرفين وتحفظهن وتفهمهن. هذا اللي من ترجع تقراهن لازم تقراهن وين المخطط، اي كلمه تقراها ارجع على هذا المخطط واقراها. هاي شنو معناها الفي توتال؟ واكتب هنا، اكتب معناها الحجم الكلي اللي يشمل حجم الصلد زائد الووتر زائد الاير، الحجم الفراغات، حجم الصلد، الفي صلد فقط، هذا الفي صلد، الفي ووتر يشمل فقط، الفي اير يشمل الوزن، ما عندي وزن اير، تمام؟ هذا ضروري تقراهن منها، يعني ذيش البيسك ريليشن شيب لازم تقراها وي هذا الرسم حتى تعرف تاشيراتها وين. فعندك الوزن الكلي هو عباره، احنا قلنا الوزن، الوزن الكلي ماكو وزن هواء، فقط وزن ماء، فعباره عن وزن الماء زائد وزن شنو؟ الصلد. والدليل ال WT هو التوتال ويت اوف سويل، الوزن الكلي للتربه. ال WS هو الويت اوف سوليد، هو وزن الحبيبات الصلده للتربه. ال W ووتر يعني W للW هو الويت اوف ووتر. ال WA ليش ما حسبناها؟ الويت اوف اير ايش قد ناخذه دائما؟ زيرو، لذلك ما ينحسب، هاي بيمين بالويت. لكن نجي هسه اذا للفوليوم، الفوليوم الكل ايش يساوي لنا؟ يساوي لنا في فويد حجم الفراغات زائد حجم الصلب. حجم الفراغات ايش يشمل لي؟ لا بالحجم ينحسب، يشمل لي حجم الماء، عفوا حجم الهواء الاير زائد حجم الماء الفويد للووتر زائد حجم الصلب. هذا معناه توتال فوليوم، التوتال اوف فويد، هاي الفويد يعني الكلي. الفويد لما تتقسم هنا هسه فتحنا القوس مره ثانيه الى حجم الهواء وحجم الماء، وهذا الفي صلد هو نفسه في صلد. هاي العلاقات ضروري تحفظهن، ضروري تعرفهن، لان المسائل راح تجي تكون تعرف يا قانون الطبقه اول حتى انه تستخدمهن، يعني مو فقط قوانين. هسه هنا عندك اليونت ويت الدنسيتي المال للسويل، احنا نسميها الجاما، وانت ماخذ رمز الجاما سابقا بالمرحله الثانيه بماده الفلويد ميكانيك. فش تساوي لك؟ تساوي لك التوتال ويت على التوتال فوليوم، دبليو توتال على في توتال. بعدين الووتر كونتينت المحتوى المائي، القانون مالته بيرسنت، نسبه مئويه. النسبه المئويه ايش راح يسوي لنا؟ الووتر كونتينت كبيرسنت يساوي لنا وزن الماء دبليو للووتر على وزن شنو؟ الوزن الصلد في 100%، او نسمينا احنا كتله الماء على كتله الصلد، ما تفرق، يعني مجرد تضيف انت الوزن شلون تحصله الكتله في التعجيل في 100%، فراح تطلع النسبه مال الووتر كونتينت 100 نسبه مئويه. الفويد ريشيو نسبه الفراغات، هذا قانونها، هذا رمزها الفويد ريشيو، شنو رمزها؟ اي سمول، يساوي لنا في فويد على في صلد. التعاريف اللي قبل شويه حكيناها كشرح، هسه ترجمه الى قوانين، في فويد على في صلد. البوروسيتي المساميه رمزها ان، وتنكتب كنسبه مئويه بصفها مثل الووتر كونتينت، مثل المحتوى المائي. شنو قانونها؟ في فويد على في توتال، تختلف عن الفويد ريشيو. لاحظ الفويد ريشيو ايش قسم؟ حجم الفراغات على شنو؟ على الحجم الصلد. لكن البوروسيتي ايش قسم؟ قسم حجم الفراغات على الحجم الكلي في 100%، اذا طلع نسبه مئويه. الاير كونتينت المحتوى او محتوى الهواء يرمزوا له بالرمز شنو؟ اي كابيتال، وهو يطلع كنسبه مئويه. بينما الووتر كونتينت يرمزوا له W بصفة C صغيرونه، تمام؟ وبيرسنت يعني نسبة مئوية، بينما الاير كونتينت اي كابيتال بصفة نسبة مئوية. هذا شلون ينحسب المحتوى الهواء؟ V فقط للاير، فقط حجم الهواء على الحجم الكلي في 100%. بعد ذلك البلك دنسيتي اللي هي احنا نسموه الكثافة النسبية او التوتال دنسيتي، رمزها الرو تي، اخذتوا هذا الرمز الرو بالمرحلة الثانية بالفلويد، الرو يسمونه اللي هو الحرف اللاتيني. الرو شو يساوي لنا؟ الماس، الكتلة الكلية على الحجم الكلي، لأن توتال، فالكتلة الكلية اللي تشمل الكتلة الكلية؟ تشمل كتلة الماء زائد كتلة الصلد، ماكو كتلة للهواء لأن وزن الهواء احنا قلنا صفر،
على الحجم الكلي. لا، الحجم الكلي يشمل ثلاثة. إذا عندك هواء، إذا مشبعة كلياً راح يصير فقط حجم الماء زائد حجم الصلد. إذا بارشيلي جزئياً فراح يصير عندك ثلاث حجوم، حجم الماء وحجم الهواء وحجم الصلد. إذا جافة فراح يصير عندك حجمين، حجم الصلد زائد حجم الهواء، لأن ماكو ماء صفر. نجي الدراي دينسيتي، هسه هاي التوتال الكلي. الدراي دينسيتي يعني معناها شنو؟ يعني الام صلد، الام الكتله، لكن يا كتله ناخذها مال الصلد فقط، ما فقط الصلد بارتكل، الحبيبات الصلبه على اليمن على الفي توتال، وهي هاي وحداتها، اما غرام على سنتيمتر مكعب، لان هي وحدات كتله على حجم، او كيلو غرام على متر مكعب، اللي تعرفون انتم بعد ان النيوتن والكيلو نيوتن وغيرها والطن. نجي الدراي يونت ويت. الدراي يونت ويت شنو فرقه؟ هسه تقول لي احنا الدراي دنسيتي وهنا دراي يونت ويت. مجرد تضرب الكتله بالتعجين تحولت الى وزن. على الوزن اللي ابدا شلون اوجده؟ عباره عن ضرب الماس بالتعجين. فالجاما دراي هسه هاي يا وحدات هنا كيلو نيوتن على المتر مكعب، لان انا ضربت شنو حصلت الكيلو نيوتن؟ من ضرب الكيلو غرام في التعجين الارضي يعطيك قيمه الكيلو نيوتن كوحدات على وحدات حجم متر مكعب. فهسه هنا الوزن الصلب على الفي توتال. اذا الدراي يونت ويت يشبه الدراي دنسيتي، فقط الاختلاف بالبسط. هنا ناخذ ماس وهنا ناخذ وزن، والوزن هو عباره عن الماس في التعجين اللي هي قيمته 10 أو 9.8. السبيسيفيك جرافيتي الوزن النوعي هذا مهم جدا، رمزه جي كابيتال مصفح اس سمول. هذا شلون اوجده اني السبيسيفيك جرافيتي؟ عنده قانونين، اما الرو صلد على الرو ووتر، تمام، الرو صلد على الرو ووتر، او الجاما اذا كنت تتعامل انت مع مو دنسيتي مع يونت ويت، جاما صلد على جاما ووتر. الرو صلد هو عباره عن الرو شنو هو؟ وحده قلنا قبل شوي اللي فوق، هو عباره عن الام صلد يعني الكتله على ال هذا الرو صلد على الفويس صلد على الرو ووتر. هاي الرو ووتر معروفه قيمتها انت ايش قد تاخذها، تمام، حسب واحد غيرها، يعني انت يعني ناخذ قيمتها الرو حسب وحداتك، تاخذها واحد تاخذها الف حسب الوحدات اللي انت راح تدخلها. واذا تستخدم اليونت ويت يعني مو دراي، فجاما صلت على جاما ووتر. هاي ضروري جدا، هاي العلاقات اصلا المسائل تنحل بيهن، لذلك تحط ورقه وقلم وتعرفهن وحده وحده. وهاي تبسيطه مالتها. الجاما منين جايني؟ اصعد لي فوق هسه بالقانون قبله، هو عباره عن وزن الصلد على حجم الصلد، تمام. وزن الصلد هذا حجم الصلد مجرد راح ينزل منه يصير لهنا في جاما ووتر. دائما قيمه الوزن النوعي تتراوح منين؟ من 2.6 الى 2.85. هاي تخليها عندك حتى من تطلع قيمه للسبيسيفيك جرافيتي لازم تطلع لك من هذا الرينج، اذا اعلى او اقل معناها انت يعني عندك خطا في الحسابات. الصلد دنسيتي الكثافه الصلده شنو رمزها؟ رؤس، هو عباره عن الكتله الصلده، الكتله للصلد بارتكل للحبيبات الصلبه على حجم الحبيبات الصلده. اذا هاي اذا صلد دنسيتي، اذا يونت ويت دنسيتي يعني يونت ويت يعني الصلد هو عبارة عن وزن الصلد، الوزن وليس الكتلة اللي هو جايني من ضرب الكتلة إلى الصلد بارتكل في التعجيل الأرضي بالجرافيتي على حجم الصلد. وهذا اللي بعض العلاقات أيضا مهمة مرات تفيدك، أنه أنت تجد الساتوريتد، هذا القانون الساتوريتد الأس في الإي في الفويد ريشيو يساوي لك السبيسيفيك جرافيتي في الووتر كونتينت. الاس معناه ساتوريتد، ايش قد نسبه الساتوريتد؟ اقول لك التربه مشبعه 100% يعني واحد في الفويد ريشيو الاي يساوي لنا. مرات انا اعطيك بالقانون اعطيك ووتر كونتينت واعطيك سبيسيفيك جرافيتي، اقول لك طلع لي الفويد ريشيو، علما ان التربه مشبعه بالكامل. اذا مشبعه ايش قد الساتوريتد تاخذه واحد، وتطلع لي عن طريق هاي العلاقه قيمه الاي. نجي الان اللي هي البروسيتي، عندها قانونين، قانون هناك وقانون ثاني اللي هو الاي الفويد ريشيو على واحد زائد فويد ريشيو الاي. يعني اذا انت هسه طلعت لي من القانون الاول الاي تقدر تحسب لي البروسيتي؟ اي نعم، لان انت الاي عندك مجرد تطبق اي على واحد زائد اي. بعدين عن طريق الاي تقدر تعكسها، اذا انت اصلا عندك الان تقدر تطلع لي الاي؟ نعم، ان على واحد ناقص ان. الاير كونتينت كتبنا له فوق قانون، وهذا له قانون ثاني، ان في افتح قوس واحد ناقص نسبه الساتوريتد. إذا قد التربة مشبعة 100% تاخذه واحد،
95% تقسم ال 95 على 100 يطلع لك فتشي سنتين بالبوينت تخلي على حسب نسبة الساتشوريتد. الاير ايضا عنده هذا القانون يحكمه اللي هو الفويد ريشيو ناقص الووتر كونتنت في السبيسيفيك جرافيتي على 1 زائد فويد ريشيو. الرو توتال يساوي لنا ايضا قانون ثاني يحكمها هو اما السبيسيفيك جرافيتي افتح قوس 1 زائد الووتر كونتنت على 1 زائد الفويد ريشيو، او اذا احنا كنا نتعامل مع في هنا في الرو ووتر، في الرو ووتر اذا نحتاج مو الرو توتال، الجاما توتال، اليونت ويت توتال، مو الدنسيتي توتال. يعني توتال دنسيتي اذا طالبه التوتال دنسيتي طبق هذا، اذا طالبه العفو اليونت ويت توتال طبق هذا. مجرد اختلاف بهذا الاخير، هنا اضرب في الرو للماء، هنا اضرب في الجاما للماء. نجي للبعده، الرو توتال ايضا نفس الشيء حسب هذا الرو اس، تمام عيني، ايضا نفس القانون الرو اس، اذا اريد رو اس واذا اريد جاما اس، الرو دراي او الجاما دراي، وهاي احنا نسميها الرو افشنسي، يعني الرو داش اللي هي شو تساوي لنا؟ يساوي لنا الرو ساتشوريتد ناقص رو ووتر، رو ساتشوريتد ناقص رو ووتر. والجاما افشنسي هي الجاما داش شو تساوي لنا؟ السبيسيفيك جرافيتي ناقص واحد على واحد زائد الفويد ريشيو في الجاما ووتر. هاي ضروري جدا تفهم هاي العلاقات وتطبقهن بشكل رئيسي ومهم جدا. نجي هنا انا هاي منطق اني مجرد جدول توضيحي، الفويد ريشيو والمويستر كونتنت والدراي ويل لبعض الترب، هاي ترب موضوعيه لبعض الترب اجروا لها يعني هذا كانت تستفكلي الفويد ريشيو لها بهذا المقدار كذا، احنا نجريها بالعمل نسوي لها اختبارات عمليه، لان احنا قلنا سويل ميكانيك علم التربه هو علم معقد ومتغير كونتينوسلي تشينج، يعني متغير باستمرار. سو يعني هاي مجرد انه اجريت تجارب فقيم تكون بهذا المقدار اعلى اقل حسب نوع التربه اللي انت راح تاخذها. معلومه عامه ايش قد تاخذ قيمه اليونت ويت كذا، هاي القيم حتى تعرف انت التعجيل 9.81 او تاخذ 10. اتوقع ان شاء الله واضحه هاي المحاضره، راح على المحاضره اللي بعدها راح نشرح المسائل مالتها، نعطيكم كم مساله ونزل لكم اياها البي دي اف ونشرحها ان شاء الله ايضا الكترونيا، وعلى الاسبوع المقبل ان شاء الله نشرح هاي المحاضره بالكامل التشابتر 1 حضوريا داخل القاعه الدراسيه. اذا عندكم اي سؤال او استفسار تقدرون تراسلونا على القناه. الى ذلك الحين نلتقي بكم، دمتم بامان الله وحفظه.